يعني دي سبورتج ما تخش عليا ما عنديش والله دي سبورتج وخد فرق فلوس والله ما عنديش سبورتج فعلا ما عنديش كده خالص والله ما عندي عربيات خالص يا جمالك والله ما عنديش عربيات خالص يا جمالك قولا واحدا طيب ما تعرفش تجيب الموزع العربيات لا طبعا طبعا ماليش سوليزيشن لا انا موزع ليه حضرتك الراجل اللي بيدخلها بطريقه الافراج الشخصي هو راجل مستوردها بيدخلها بطريقه الافراج الشخصي اخدها عشان اديها حاجه بالجنيه المصري حاجة حاجز معايا مش حاجز مع الموزع ايوه حضرتك انت معاك فلوسي من يوم كام مش مختلف معاك ما فلوسك انا جبت بيها العربيه من شهر 7 واقفه اديها اديله الفلوس ولما العربيات الثانيه تخش اديله العربيات او لما يعني انا خليني اكلمك في الكيس بتاعتك الموزع ده دي حاجه ثانيه ده حاجز يا حضرتك وفي منهم ناس كتير قوي ما استلموش طيب. وناس كتيره جدا عندهم عملاء ما استلموش يعني في موزعين جميل. عندها عميل ما استلمش ليه عشان هو ما استلمش مني ده موزع في بينه وبين حضرتك بيزنس تمام يعني راحه جايه يا فندم انت قلت ايه بزنس هو البيزنس مش هيدخلني في العواطف دي لا دي مش عواطف ده حق انما مش عواطف حضرتك معايا انا في مكان حق حضرتك معايا مش مع الموزع انا جاي بسالك على حقي وبديك حلول زي ما انت بتديني حلول حضرتك معايا حلك انت بس لازم اقبل بيه انا حلي لا بالعكس ليه انت ممكن ما تقبلش بيه انا بقول حاجه حلي عندي 50% انا بعرض لك عربيه بديله او لو حضرتك حابب تنتظر معايا العربيه في المنطقه الحره قدرنا ندخلها بنسلمك ما قدرتش